عمرك جربت تعمل إشاعة وسط الناس توصل لإنها تدمر حياتهم؟ بتبدأ قصتنا ببنت بترسم شكل إنسان ولكن شكله عجيب زي ما احنا شايفين كده، ونشرته على السوشيال ميديا وقالت إنه بيجيلها كل يوم في كوابيس ومش سايبها، فسألت هل حد بيحصل معاه كده زيها؟ وتاني يوم تابعت كومنتات الناس لقت إن كتير قوي بيقول إن هما برضو حلموا بيه زيها بالظبط، وسموه برضو زي ما هي مسمياه رجل الأحلام، وكانوا دايما بيتخيلوا بالشكل ده. وانتشر برضو فكرة ان الحبل الاحمر حوالين المعصم بيحميك من اي شر، خصوصا كوابيس رجل الاحلام. بصت البنت حوالينها لقت ان معظم الركاب لابسين الحبل الاحمر، وفي الفصل صديقها قال لها ان هو كمان جاله نفس الكابوس وتعلموا ازاي يعملوا الحبل الاحمر بطريقة معينة. الغريب بقى ان على قد ما ده كله قصة مفبركة من البنت واشاعة نشرها، الا انها بقت مبسوطة من جواها كده انها عملت قصة مفبركة وتصدقت بالشكل ده. والبنت كمان اتشهرت وبقى يحصل معاها لقاءات صحفية، وبدل ما تقول الحقيقة وانها كدابة، لأ زودت التيم بلة وبقت تقول حوارات زيادة فوق الموضوع. ودلوقتي البنت بقت واخدة اهتمام من كل الناس وبقت مستمتعة بده، حتى لو كانت كذابة برضو كانت فرحانة. ولكن اشاعتها دي ادت لحدوث اختلاف كبير بين الناس، ما بين مؤيد ومعارض، خايف ومش خايف، وده ادى لشغب كبير جدا في الشوارع بالشكل ده، وكل الناس جت جري على الاتوبيس خايفين، بيقولوا ان رجل الاحلام بره وهيقتلهم، ورموها بره بالشكل ده. ولكن قومها مدرسها واخدها المدرسه، ولكنها اعترفت له بالحقيقه وان الموضوع ده كله اشاعه منها وملهوش اي اساس من الصحه. ولكن المدرس قال لها اوعي تقولي كده، لان لو الكل عرف ان الذعر ده كله بسبب كذبتها مش هيحصل لها كويس. وفي خلال ايام قليله جدا بقت اعمال الشغب في الشوارع اقوى واقوى، مش عارفين اخرتها ايه. وكمان اتشهر حاجه اسمها ولد الاحلام كمان، مش بس راجل الاحلام، وبقوا يقولوا ان هم بيطلعوا من الكابوس بندبات قويه شبه دي كده. وهنا ظهر ولد الاحلام للبنت وخوفها، فقررت تنط من هنا وتنهي حياتها. والذعر زاد وزاد لدرجه ان واحد قتل مذيع على التلفزيون على الهواء قدام الناس بالشكل ده، وقال ان رجل الاحلام هو السبب. حتى امها قالت انه جالها في الحلم، والبنت قعدت تعيط على اللي سببته للعالم. ازاي حته اشاعه بسيطه تعمل كده في الناس؟ وهنا في جنازه احد الاصدقاء واللي انتحر بسبب ولد الاحلام برضو، قالت البنت بكل صراحه قدام الناس انها كانت اشاعه وكل ده ما حصلش. بس الغريب ان مفيش حد صدقها، حتى زميلها قال لها ان رجل الاحلام هو المنقذ اللي جاي ينقذ العالم كله، والكل بقى مهووس بيه. حتى مدرسها بقى متبع ليهم ولابس الحبل الاحمر ومتأثر عليه بالشكل ده، والشوارع كلها بقت كده. وهي في الشارع بقى حصل لها كده، حتى الشرطي تحول لرجل الاحلام وضربها بالرصاص، بس اتضح انه حلم فاقت منه. بس المرعب انه كان حلم جوه حلم، وام البنت كانت لابسه ماسك رجل الاحلام، والبنت كانت مرعوبه جريت منها وصلت لهنا ونطت من هنا لانها فكرت ان ده حلم، ولما تتهبد على الارض هتفوق منه، وهي غرقانه في دمها ما ماتتش برضه، واتضح انه كان واقع ومش خيال. وفاقت هنا بالشكل ده المدينه كلها في فوضى عارمه، وهنا لقت رجل الاحلام الحقيقي، فسالته انت مين؟ وليه بتعمل كده؟ عايزة تعرف. فقال انت السبب، انت اللي عملتي الإشاعة، انا بس مجرد حلم وجزء من عقلك. واتضح انها تقريبا مجنونة. وبتنتهي قصتنا هنا بأسوأ نهاية فيلم في التاريخ تقريبا. سلام.